نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن صناعة السيارات في مصر تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لمناقشة آخر التطورات الخاصة بتلك الصناعة، أعرب مدبولي عن التطلع لأن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة، مشيرا إلى ضرورة ترجمة كل الخطط التنفيذية والرؤى التي تم عرضها خلال الاجتماع لمشروعات على أرض الواقع، كما أكد أن الحكومة جاهزة لتوفير مختلف سبل الدعم. وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، وذلك لتقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات والعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها، وذلك مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة، لافتاً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لها، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع، وإلى جانب دوره في نمو حجم الصادرات مع زيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية. هذا وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار وفقا لعدد من الشروط والضوابط. في منصة المادة الثانية على أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزول أنشطة مماثلة.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته. وأشار المركز إلى أن الدولة عكفت على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة إدراكا منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية. ورصد تقرير للمركز تسجيل معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري أدنى مستوى له منذ 10 أعوام، مضيفا أن زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة تدفع معدل البطالة للتراجع. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا النبأ العاجل، حيث قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن احتفال العالم بيوم البيئة العالمي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية. وأكدت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هذا الأمر يحتم علينا جميعا الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. وشهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة سويس ولي جمال مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع في منطقة السخنة لصالح شركة هندية متخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية. وأعرب رئيس المنطقة عن سعادته بانضمام شريك نجاح جديد للمنطقة الاقتصادية، مؤكدا التطلع إلى جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة وزيادتها، مشيرا إلى أن المصنع الجديد المزمع إقامته تبلغ مساحته 55,000 متر مربع باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار ويوفر 350 فرصة عمل. كما أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 156,000 طن أعلاف من الذرة والصويا بحوالي 78 مليون دولار، وذلك خلال 6 أيام فقط. وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من الأعلاف منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى يونيو الجاري بلغ 5,400,000 طن. كما سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعا خلال أبريل الماضي بدعم عمليات التوريد إلى الصين، وذلك في أعقاب رفع قيود مكافحة كورونا. وقال مكتب الإحصاء إن الصادرات الألمانية زادت بنسبة 21%، كما انخفضت الواردات بنحو 1.17%.
يتوقع بنك يو بي اس استكمال صفقة استحواذه على كريدي سويس بحلول 12 من يونيو الحالي، والتي سينتج عنها كيان قيمته 1,600,000,000,000 دولار. ومع اكتمال الصفقة سيتم شطب كريدي سويس من البورصة السويسرية، وستؤدي أكبر صفقة مصرفية منذ الأزمة المالية العالمية إلى تشكيل مجموعة تشرف على أصول بقيمة 5 تريليونات دولار، فيما سيتم توظيف 120,000 شخص حول العالم، رغم إعلان البنك أنه سينخفض الوظائف من أجل خفض التكاليف. تعتزم الجهات المنظمة في الولايات المتحدة إجبار كبرى البنوك على دعم وضعها المالي من أجل تعزيز مرونة النظام المصرفي، وذلك وفقا لصحيفة وول ستريت. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا القرار قد يرفع إجمالي متطلبات رأس المال بحوالي 20%، وهو المبلغ الواجب على البنوك الاحتفاظ به، وذلك لامتصاص الخسائر المحتملة. ومن المتوقع أن تكون خطة زيادة رأس المال هي الأولى من بين عدة خطوات تهدف لتعزيز القواعد في البورصة الأمريكية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن إدارة الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على أسعار النفط للمستهلكين الأمريكيين وليس على عدد البراميل، وأكد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، مضيفا أنه سيتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأضاف أن روسيا عضوا في هذا التحالف المشترك، وهناك اتفاقية مشتركة سيتبعها الجميع، مما يحافظ على أهمية التحالف لضمان تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية. هذا وقد اتفق أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها على مستوى مستهدف جديد لإنتاج النفط عند مستوى 40,460,000 برميل يوميا، وذلك بداية من عام 2024 وحتى نهايته. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. خفض جديد لإنتاج النفط اتفق عليه حلفاء أوبك بلس بمستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40,460,000 برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية العام. خطوة الخفض الجديدة تستهدف تخفيض إنتاج التحالف النفطي لعام 2024 بمقدار 1,400,000 برميل يوميا بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية. في غضون ذلك تعهدت وزارة الطاقة السعودية بخفض توعي جديد في إنتاج النفط بمقدار 1,000,000 برميل يوميا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد. كما أعلنت الطاقة السعودية تمديد خفضها الطوعي البالغ 500,000 برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 كإجراء احترازي بالاتفاق مع حلفاء أوبك بلس. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500,000 برميل يوميا حتى نهاية 2024، مشيرا إلى أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. كما أكد نوفاك أن موسكو تفي بكامل التزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط. في السياق ذاته أعلنت الإمارات والكويت وعمان والعراق والجزائر وأنجولا ونيجيريا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024 لتستمر إجراءات تمديد خفض الإنتاج لحين عقد الاجتماع المقبل لأوبك بلس في فيينا نوفمبر المقبل.
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد قرار أوبك بلس بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إضافية، وذلك اعتبارا من يوليو القادم. وصعدت العقود الآجلة لكم برنت بما يقارب 1.17% لتصل إلى 77 دولارا و41 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للكم الأمريكي نايمكس بما تجاوز 1.18% عند مستوى 73 دولارا و6 سنتات للبرميل. تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق مع احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.20% عند مستوى 1944 دولارا للأوقية. كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتسجل مستوى 1959 دولارا للأوقية. وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات وسط ترقب بيانات عن مؤشرات مدير المشتريات الخدمي في بعض دول منطقة اليورو وبالمملكة المتحدة. وارتفع المؤشر الرئيسي ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.8%، كما زاد فوتس البريطاني بنصف بالمئة، فيما صعد داكس الألماني ب 0.7%، بينما تراجع كاك الفرنسي بما يقارب 0.1%. ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملاتها اليوم، وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو على ارتفاع بقيمة 22% عند أعلى مستوى في 33 عاما، وذلك بدعم توسع نشاط الخدمات في اليابان بوتيرة قياسية خلال مايو الماضي. بينما استقرت الأسهم الصينية رغم تسجيل مؤشر مدير المشتريات الخدمية ثاني أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020، ليغلق مؤشر شنغهاي عند مستوى 3232 نقطة. طيران العالمية ارتفاع أرباح القطاع هذا العام بأكثر من الضعف إلى 9.8 مليار دولار من مستوى 4.7 مليار دولار، وذلك وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على الصفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء كوفيد-19، وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة من مستويات ما قبل الجائحة، إذ ارتفعت إلى 803 مليار دولار قبل 838 مليار دولار في عام 2019. بذلك نكون وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنت معكم حبيبة عمر، وإلى اللقاء.